كل جمعيات الأهلية بكل المجتمع المصري بيحتفل النهاردة، مش بيأيد بس، هو بيحتفل انه باتخاذ قراره بتأييد السيد الرئيس لمرحلة أخرى تشهد فيها البلاد من العديد من الإنجازات، وحضرتك شفت الإنجازات. وأنا بالنسبة لي أهم إنجاز غير الإنجازات والمشروعات التنموية اللي تمت في البلد ونقلتنا نقلة تانية لجمهورية جديدة، الإنجاز في اتخاذ القرار وحرية اتخاذ القرار. الاستقرار والتنمية هو استكمال المسيرة فعلا، فعشان كده احنا كتحالف احنا مهمتنا في هذا الحشد التأكيد على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، على الإدلاء بالصوت، أهمية الصوت واللجنة في الساعة الأولى في اليوم الأول على مستوى العالم، دي بتقول إن الشعب وإرادة الشعب خلف القائد، فده إحنا مهتمين إن دي تكون الصورة بإذن الله اللي هتبقى على مستوى اسكندرية. في كل محافظة في مصر إنجازات كتيرة جدا حدثت، بنتكلم على اسكندرية وعلى الإنجازات اللي حصلت في اسكندرية وعلى شبكة الطرق القومية اللي في اسكندرية اللي ربطت محاور اسكندرية من أول القاهرة ومطروح والضبعة وحتى العين السخنة. بنتكلم على المساكن، بشائر الخير 1 و2 ومشارف، مدينة مشارف. نتكلم على تطوير المواني، نتكلم على محور المحمودية اللي أنا شخصيا يعني يوميا في إنجازات عليه كتير جدا لاحقا إن شاء الله. كمان معركة التنمية التي تدور في مناحي مختلفة، بعض هذه المشروعات ليست قريبة من عين المواطن، فنحن نعمل أن يراها الجميع، هذا من جانب. الجانب الآخر، نحن نعمل على تعظيم دور التحالف كمساند للدولة المصرية وداعم للتنمية، لأن قضية التنمية أصبحت الشغل الشاغل لكل المواطنين المصريين في كل بيت وكل مكان، وكل حديث يدور فيه الحديث عن مشروعات التنمية، سواء اختلفنا أو اتفقنا، مؤيد أو معارض، ولكن في الآخر احنا عايزين نقول تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا مصر الآن تحمل في معانيها دعم هذا الرئيس، لأنه الرجل المناسب لمواجهة الصراعات الإقليمية التي تمر بها المنطقة عموما والتي تمر بها مصر بصفة خاصة. لو هركز كلامي في مجال واحد بس، وهو خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن ابني واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة عمره الآن 43 سنة، فعايشة قضية الإعاقة إزاي كانت قضية مهملة مهمشة، الناس بتتريق عليهم بلا أي خدمات، لقضية حاليا حقوقية بعد ما تبناها فخامة الرئيس بنفسه، بقى عندنا قانون، بقى عندنا مجلس قومي لشؤون إعاقة، بقى عندنا رؤية واضحة واستراتيجية واحترام لذوي الإعاقة. أنا ما شفتش ده اتعمل في عهد أي حد.